هذه يا سيدي المقبرة نتاع الشهداء نتاع بنزرت. أنا والمرأة عملوا حبينا باش نزوروها لأول مرة، فهمت؟ على أساس لأن محمد السية محمد بن تهامي باش هو استشهد في حرب بنزرت عام 61، كنا على الأقل نشوف المقبرة نتاعو. المهم وقت وصلنا غادي تم جندي قال لك يلزمك ما تنجمش تدخل، يلزمك بيرميسيون من وزارة الدفاع. يا دي كيفاش بيرميسيون؟ شنو باش تنعملوا مشاكل؟ فهمت؟ المهم نظرة تاريخية فيما يخص الحادث نتاع بنزرت عام 61، ما ساعتها تونس بعد لها الاستقلال نتاعها عام 56، فرنسا حافظت على قاعدة عسكرية في بنزرت وحابة تكبرها شوي، حابة توسع الطرقات الموجودة فيها، ولكن بورقيبة حاب يتحداها، مش لأنه حاب يظهر القوة نتاعو، لأن بورقيبة كان يعيش مشاكل سياسية في الفترة دي، خاصة من صالح بن يوسف والمشاكل في الجزائر، فهمت؟ يعني حب يتحدى، كيفاش يتحدى دولة كبيرة كما فرنسا، فهمت؟ يعني حسب المصادر الرسمية بتاع تونس قال لك ماتوا إلا 632 واحد، عفوا استشهد 632، وطبعا جرحوا منهم برش، ولكن المصادر المستقلة قال لك لا، قال لك على الأقل 1300 شهيد، فهمت؟ وقت اللي مات كيفاش في عرض مثال وقت استشهدوا نورمالمون كل واحد تبني له القبر نتاعو، لا هو عمل لهم في مقبره جماعيه، وبعد كي ظهر له يعني قالت لا تو كل واحد نعملوه هاك حجره، يلا يلا هذاك مدفون ثم، فهمت؟ كيما جماعه اللي ماتوا عام 52، فهمت؟ نورمالمون ينجم بورقيبه في الفتره ذيك وحتى في فتره بنزرت ينجم كل واحد يبني له القبر نتاعو، فهمت؟ ما التكلفة نتاعو مش برشا، فهمت؟ لكن هو ما يهموش، يهمه كان من روحه، وبعد اللي مات هو بنوا له قصر مثلا في المنصير، فهمت؟ اما كان مساكين الشهداء الحقيقيين اللي ماتوا سواء في 52 ولا 54 ولا 61 ما عندهمش حتى قيمة، فهمت؟ بالنسبة لي هو يعني قال لك مات، فهمت؟ لكن ضم جماعة دافعوا يعني على الوطن نتاعهم، فهمت؟ وقت تمشي غادي كما كنت نحكي لك يقول لك لازم بيرميسيون، فهمت؟ بيرميسيون حكاية فارغة، بيرميسيون، فهمت؟ في الدول المتقدمة المقابر هذه بتاع الشهداء تلقاها مفتوحة 24 ساعة، فهمت؟ تلقى فيها ورد فهمت أشجار وكراسي وترتاح فيها كل شيء، فهمت؟ في تونس فهمت يحلوا المقابر إلا في مناسبات، فهمت؟ هزة، فهمت؟ يعني الدليل بأنها ما يعطوش حتى قيمة لك لك الشهداء، لأنهم بالنسبة لهم هما ما يقولك مات مات، فهمت؟ أما بالنسبة للبرقابة يعني بعد لما تنعمل له قصر.